بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة السابعة في مادة Workshop and Technical Reports موجهة إلى طلبة المعاهد الفنية الصحية السنة الثانية شابتر 3. مهندس مجدي يونس. عنوان المحاضرة Soldering. Soldering نوع من أنواع الويلدنج، نوع من أنواع اللحام. بس Soldering بيعتمد على انه ما بيتدمد على الصهر وإذابة او إسالة المادتين اللي بيلتحموا ببعضهم، لا بيعتمد على وجود مادة او وجود او تكوين كيميكال ميكانيكال او الكتريكال بوند بين المادتين اللي بيتلحموا. ممكن عادة بتكون بمادة تالتة او بمادة منهم، لكن ما بيصهرش المادتين ويلحمهم ببعض زي الويلدنج، وده الفرق الاساسي بينهم. It is different to the welding in that the part being joined are not melted. أدي أول نقطة. And are usually not the same material as the solder. يعني مش لازم يكونوا نفس المادتين من نفس النوع اللي بلحمهم ببعض. وطبعا اللحامات دي بتبقى لحامات صغيرة وضعيفة، وبتبقى عادة في المكونات الإلكترونية أو الحاجات الصغيرة. طبقاتها مثلا في بيكون بتاع استوى السمكرة او الشيت ميتال فابريكيشن، تصنيع الالواح الصاج والالواح المعدنية، او في الاوتوموتيف راديتور زي الكربراتير بتاع العربية مثلا، تلاقي النحاس لحام بزنك ونحاس ورصاص وحاجات كده. فالمواد المختلفة دي بتبقى بيستخدم مادة ثالثة للحام فيها. السولدرز مشهور قوي عندنا في الهندسة الكهربية وفي الدوائر الإلكترونية. البي سي بي بورد، البرينت سيركت بورد، مشهور قوي موضوع اللحام بالأزير فيه. طبعا احنا عارفين ان هذه الدوائر ان انا بلحم كومبوننت ترانزستور والدايود والمقاومة والمكثف والملف والمحول والحاجات دي والأطراف دي. الأسلاك دي نحاسية، البوردة بتبقى نحاس مغطى بطبقة من الليد او الرصاص. اللحام هنا بيتم بالتين ماتيريال اللي هي القصدير. اللحام هنا في الترابيز الكفر از يوجوال كفرد ويز ثين لاير اوف تين تو بريفنت اوكسيدايزيشن، يعني نمنع كمان الاكسدة، وعشان تسمح برضو بالبوندنج بيتر بوندنج تو اذر بارت اثناء اللحام، يعني عشان اللحامات تبقى ايه، لحامات سليمه. ويند سولدرنج بار كبر واير زي ار اوفن تند، يعني بنقذر اطراف المكونات لسبب ان كان احنا بنسيح قزير عليها قبل ما نعمل الوصله عشان يبقى التماسك، وعشان لما نيجي نلحم التماسك يبقى عالي. دي فكره اللحام بالاغلب التطبيقات هنا في مجالنا احنا في مجال الهندسه الكهربيه والهندسه الالكترونيه، لحام الوحدات على البي سي بورد. واشكال متعدده من البي سي من كويات اللحام بنسميها ساعات كويه، لان يعني احنا بنطلع حراره عشان نسيح الماده اللاصقه او الماده اللي هتلحم الحاجتين ببعض، بتكون التن او الازير عاده في شغلتنا. زي different type of solder used for electrical work. في التين ليد الرصاص والقصدير، او الليد او الرصاص لوحده. برضه في الرصاص بيستخدم كماده لحمه، بيلحم حديد في العاده مثلا، بتوع السباكه يعملوا كده كان زمان. وفي بقى رينجز من درجات الحراره المختلفه في هذا النوع من انواع اللحام، ان بتبدا بكويات مختلفه بجهود مختلفه وبتتحط في الفيشه مباشره، والكاويه هي فيها سخان والسخان ده يسخن وعشان يسيح، وفيه التب والتب دي هي الحراريه ومعامل الحراره بتاعها عالي وتتحمل حراره عشان تسيح الازير. وفي حاجات لحامل المكونات الالكترونيه العاليه الفائقه الدقه اللي هي الفيري لارج سكيل انتجريشن، اللي هي زي البروسيسور مثلا بتاع كمبيوتر، او بعض الوحدات اللي هي الشاسيه بتاع القواعد بتاعه الايس هات. فدي بتحتاج حاجه اسمها الهوت اير. الهوت اير دوت بيطلع هواء سخن، الهواء السخن ده يسخن الاماكن المواضع المحدده الصغيره بحيث ان يبقى العنصر نفسه ما يلحقش يروح له حراره ويتلف.
الدي سولدرنج. ساعات بيبقى في عندنا اللحام وكتير قوي لحمنا حاجه غلط، او عايزين نفك اللحام، او عايزين نفك حاجه عشان نقيسها، فبنحتاج نفك اللحام. عشان نفك اللحام دي عمليه تفك اللحام قريبه من عمليه اللحام نفسها، وده ببساطه سيمبلي ان انا بعمل ريميلت ذا سولدر اند ريموف ذا بارت، يعني بعيد اساله الماده اللي استخدمت في اللحام زي الازير مثلا، بسيح الازير تاني ومسحب العنصر، يقوم المكان متفرغ منه. ولكن في طرق مختلفه لعمل هذا. في السولدر ويك زي كده سلك نحاس بيستخدم لفك لتسخين نقطه الازير اللي هي في عايز افكها، بحيث ان الازير ده يتفك. او في السولدر سكر اللي هو الشفاط الازير المشهور قوي، ان في شفاط كده زي الحقنه وفي سوسته، بحيث ان هو بيشفط الازير كفاكيوم، والازير لما بيتشفط بينضغط ويطلع ويطلع الازير بشكل سائل، وفي فتحه لخروج الازير تاني منه. الدي سولدرنج تول هي عباره عن برضه دي تشابه اوتوماتيك، يعني تشتغل كانها بالفاكيوم وتسحب الازير مجرد ما تحس ان هي بتسخن المكان وتسيح المكان الازير، مجرد ما الازير يسيح بتقوم مشغله الشفاط اوتوماتيك، الشفاط يقوم ساحب كميه الازير هذه. في برضه الهوت تويزر او الهوت اير. دي الهوت اير بيستخدم في يعني بيستخدم في الحاجتين في الحقيقه، في اللحام والدي سولدرنج اند دي سولدرنج. والهوت ويزر بيستخدم برضه في الايه في ازاله اللحام كاداه من ادوات ازاله اللحام. ميسد فور موفينج سولدر هو شارحهم هنا بفكره ببساطه زي ما قلنا، ان انا بعيد اساله الازير وبسحب العنصر او بوصل العنصر لدرجه الحراره، وفاكيوم يمسحب الازير بحيث ان يبقى النقطه بقت فري. الهازارد المصاحبه لعمليه اللحام، اول حاجه الحراره، بما ان احنا هنتعامل مع حراره يبقى تيك كير من المنطقه بتاعت اللحام دي سخنه جدا، ما تختبرش بالايد وما تتلمس بالايد وما تتلمس باوبجكت يكون سخن، لانها بتسخن الاوبجكت نفسه فممكن يعمل لسع او يعمل مشكله في الايه في الايد. واطراف العناصر ديت ما تختبرش، الاطراف الكاويه طبعا بتبقى سخنه جدا وكهرباء يعني فيها الاثنين، لكن هي الحراره بتبقى هي معزوله كهربيا، لكن بتبقى الحراره هي العنصر المؤذي فيها. التوكسيك ماتيريال، احنا بنتعامل مع مادتين في منتهى الخطوره، احنا بنتعامل مع الليد الرصاص وبنتعامل مع الفلكس او الازير، يعني اكسيد الاكاسيد دي والعناصر دي نفسها عناصر ضاره طبعا لا تستنشق، ونبعد عن ان احنا نستنشقها ونبعد عن انها تبقى لا مباشره ولا بطريقه مباشره ولا غير مباشره. وطبعا لازم قبل الاكل واحنا بنتعامل مع هذه الوحدات، اذا كان الملوث طبعا مسام فاذا ممكن يكون اثره على الايد، فغسل الايدي قبل الاكل او قبل التعامل مع اطعمه لو كنت بشتغل بهذه الجزئيه. او الفلكس بيكريت فروم وين هيتد ديورنج سولدرنج ويتش مي بي هارمفول اف انهالتد، يعني التنفس بتاعه عمليه مؤذيه. وعلى هذا بنستخدم حاجه مانع البخار طبعا او فوم اكستراكتور عشان استبعد الاستنشاء بتاع هذا الفوم. في انتشار السباترنج سولدر اند فلكس كان سبيت بينتشر ويتبعتر كده في المكان لما يسيح. لازم هنا بقى ابقى لابس اللي بيشتغل يكون لابس اي بروتكشن على اساس ان ده او سيفت جلاس اللي هي النظارات اللي هي بتاعه اللحام عشان هو بيلحم عشان ما يبقاش ممكن البخار او انتشار الغاز ده او كلام من ده او التناصر ده ما يجيش عليه او على عينيه او على وشه. الكتريكال سيفتي لازم اراعي ان انا بتعامل مع جهاز بيشتغل في الكهرباء، فالكهرباء هنا ممكن الجهاز يكهرب لو الكاويه تالفه مره ومصلحه ما اقولش الحاجات اللي زي كده، يعني ممكن الهيتر يبقى دامجد ويشتغل فجاه ويعلق فجاه، ما استخدمش الدامج اكويبمنت. فور الكتريك سيفتي التب بتاع الهيتنج اليمنت يفضل يكون يعني اديله ارض كده أو, او 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 اتاكد ان في ارث متوصل، واتعامل مع بالالكتريك هازارد كونسبت مع الوحدات اللي فيها كهرباء بهذا الشكل.
كده بننهي محاضرة